قال سيلانس يعني سيلانس يعني سكوت. وشو بتقول له سكوت؟ السكوت والسكينة والصمت والصدى والصوت والصورة، هيدا علم. مشان هيك صورة مهضومة رح فرجيكم إياها، بس ما عم نقدر نشوف نحنا من الصور الأشياء المهضومة إلا مثل ما نحنا بدنا نفسرها ومنشوفها. ولكن رح تشوفوا إنه أحلى شيء عملوا هالرجال، بتحطوا سير بس تكونوا بالسيارة، رح فرجيكم الصورة. أحلى بلت زنار عملوه، شافوا إنه أحلى شيء بتوفر كتير، بتعمل حوادث أقل. قام واحد وعمل هيك، واحد وقال له حط هي، قال له جوا، قال له يا خي حط هي لأنت وما عليك، ما أدري وين حطي، طب لاقيها بس تكون معي. اختفينا، بس فرجيكم إياها إلا ما تطلع. حط صورة هيك، هو حاطط الزنار هون وعلى مرته عتمها، لأنه بتقعد بهالسيارة بتصير تكتر حكي، قر 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 قر، حط طلق لسكت النبرة، بس المهم إنها تسكت، ما عم بتنق، قال لها لا بقى تنقي، نهار نقي ونهار ما تنقي، تحي. طيب نقت 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 كل النهار، قال بكره برتاح. ثاني يوم صار تقول بكره النا بكره النا بكره النا بكره النا. احلى زناره هي زنار من نار. وين السكينه بدها تكون؟ حتى لو انت عايش بجماعه وفي سرسره او بحشود او على هالتلفزيونات او شيء، السكينه شو؟ inner space inner place. ما فيك برا، ما انا موجود، بس كون مع الناس ومنك منهم مثل ما قال المسيح، انا لست من هذا العالم. قد ما فيكم هربوا لجوا. هالهريبة الداخلية، الكتاب خير جليس، مثل ما قلت لكم عندي الكتاب بقرا اوشو وبس، خلص ولا حدا غيره، وبنوع خاص بالانجليزي. يلي بالعربي وما مكتوب عليهم مريم نور ما تقروه. في كم كتاب بالعربي مريم بس حطت المقدمة، قالوا لي مريم من جوا مش إلي، قلت لهم لا ترجمي حدا من أهل البيت بس مش مريم. كان في مجلة اسمها الحسنة، ما حدا كرم مريم نور ماديا أبدا، ما حدا، من الجزيرة لوين ما كان، بس هون عندي حرية. في تلفزيونات بنعطيك بتعطيني الحرية؟ لا. الحسناء كنت اكتب الو اخر صفحة، يشتروا الحسناء يخزقوا الورقة يكبوا المجلة. اي مجلة اي وسيلة اعلام بأمة العرب، جريدة وهيك، مستعدة لله، بكتب على اسبوع وببعث لكم. ما عندي فاكس، ما بعرف ولا بعرف دق عربي، تبعتوا حدا بياخذهم من عندي بعطيك اياهم خط ايدي، بحطهم باي جريده باي عربي، بكتب كذا لغه، بس اكثر شيء نكتب عربي انجليزي، لانه بالانجليزي عندي حريه اكثر وحريه تعبير، وبلعب بالكلمات كثير، ما بعرف كيف هيك بيجوا، بس يكون عندك حريه مش نقطه، حريه هي الحريه اللي عم تكتب، مش الحريه اللي بتشوفوها على الحيطان. مات في سبيل الحقيقه والحريه، مات في سبيل لبنان، عشان لبنان بدي موت كرماله، جيب لي لبنان، ما في، في انسان. فاذا انسان مع انسان، مش جسد مع جسد. انسنة الله الالوهية اللي فيك وفيي. هي اللي بدها تقوى. فاذا هالصمت الداخلي، هالسكينة، هالمساحة، وقت قال له لبلال ارحنا يا بلال. ما فيني اقول لكم شو هالسر. وبلال قال له لبلال ما هيدا عبد واسود، ما بيعرف يقول اسهد ويقول اسهد. قال له السين عند بلال، الشين عند الله. ما في مثل محمد يا اخوتي، سامحوني. حكي مع الغني والفقير والابيض والاسود، وين وين وين، والمراه والرجال. المسيح حكي مع الفقراء، لانه مش هذا هو دخلك ابن النجار، ايه ابن النجار. 18 سنه غاب ورجع عمره 30، ما ضاين 3 سنين فل، ما انصلوا. شو بها لهم؟ بدك بالك بالسيارة اللي عندي؟ خلو حطوه.
حاولنا نقتل داهش في لبنان ما قدرنا، يحطوها هون يحطوها هون، حلق لي راسي هلا برجع بياخده. انا عشت معه 3 سنين ومنا سنه وسنتين لحظه هيك. حطوا داهش.com شوف شو عامل بنيويورك. قال لي تعي روحي معي. ما كنت احترم حالي، كنت احترم شو الناس بتقول عني واهلي كلهم وبنتي وكلهم شرقوطه. خبرتكم على العرس كنت عايش مع افكار الفقراء، لمينا من بعضنا مبلغ هيك وبعتني لي اشتريت عقد ضمان. قلت له بيعمته. قلت له بدك اجي على العرس؟ قال لا ما بدنا شرايط بالعرس. امبارح قال لي واحد انا بيعرف جوزها شي مهم، جوزها شي مهم كثير، السيارات اللي عندهم صار طب 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 لابتوب. مش لانها عاطله، لا ولا هو عاطل، هيدا دوره، هيدا دورهم. وصار بلشوا الناس هلا بالأمة العربية وبلبنان كمان كانوا يوقفوني ويسبوني، ليش عم تحكي عن هالمسلمين؟ بتحكي لي عن محمد؟ هونيك ليه مانك محجبة؟ بأمريكا قالوا ليش مش محجبة؟ ما زال بتفهمي هيك بالإسلام، تحجبة. هيدا تحجيم، تحجيب إلو علم الحجاب، نعم بالأرمن هيك الحجاب. بس بعد ما بستاهله. فإذا وقت الإنسان بده يسب فيك ما تجاوب، بصير ما نعرف العاقل من الجاهل. شكرا، كفي الطريق. تاخذ حسناتهم وتعطيه سيئاتك يعني. أنت بس أعطيه الحسنات. محبة بنفسي ثم نفسي ثم نفسي تينقطع نفسي، بس بالبيت بتجوا لعندي. كل شيء بدكم اياه موجود ببيت مر ويم ونور، وهيدا بيتنا. سؤالات سخيفه، عندي سكري، عندي سل، عندي هيك، ما بجاوب. من ايميلك بعرف، من صوتك بعرف اكثر. فويس ثيرابي، وما حدا عندي اياه بقيمه العرب ابدا، بصيروا يكذبوا ويتنافقوا ابراج واسعار وشو هو بده يصير بكره وشو. الناس من هي بس سخافه، بس بلشوا 1 2 بالالف او بالمليون. من سيربح الملعون؟ وين صرت هالمليون تبعك؟ كلكم كلكم كل هالوسائل الاعلام وين عم تروحوا؟ شو عم تعملوا؟ 60 70 واحد تيعمل برنامج او نشر او او او, أو الحمار بالخط العريض. انا بحط القاعده على الارض، بفتح تمي انت بتفتحوا تمكم. هلا لام العبد ابو العبد خيي رحت على الخليج، ايد من ورا ايد من قدام، شو اللي خليك اغتنيت؟ قال لهم انا شلت ايدي من ورا وام العبد شلت ايدها من قدام، وقال الكريم يا كريم. في مره حست انه جوزها جاي على البيت، قالت له نط نط نطلع هون عندك على ظهر الخزينه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بجوزها. حبيبي انت يا حبيبي يا كريم. قال لا يا الله كريم، كلمت في يا كريم يا كريم يا كريم. قلت له يا كريم. بعد شوي ما شافوا لك الا كريم طب اجوا عليهم على الفرشه. قال له مينك؟ قال له قد ما عيطت لي يا كريم يا كريم يا كريم، نزلت من الجنه لعندك. بركبوها للنكته عم نعيشها. لحيها حطينا هي هون وراح اقرا لكم اياها. خوري وشيخ، خوري وشيخ انا اصحابي كثير. الشيخ قال له للخوري ولك يا ابونا شو سر الستات رايحين جايين لعندك؟ يعني ليش عندك العلاقة مع هالستات؟ قال له بغنجهم وبدلعهم. قال له كيف بتغنجهم وبتدلعهم؟ قال له ليه؟ بتجيب وحدة اسمها سوسن بتقلها سوسو، وإذا اسمها تغريد بتقلها توتو. رجع الشيخ على الدار مكيف كثير وقال خليني أجرب مع مرتي جميلة. دق الباب جاوبت مرته، مين؟ قال له افتحي يا جوجو. جاوبت مرته تفضل يا أبونا الباب مفتوح والشيخ مشان. كلهم هيك. اجا واحد لعند الابونا قال له يا ابونا انا وقت كنت شاب يعني كان في مره حدنا هون سرقت ليره من عندها، شو بدي اعمل؟ تكفر عن ذنوب. قال له ولا هم المسيح بيغفر لك. هلا انتو طالع من هون من عندي مين ما شفت حط له 25 دولار بجيبته. هو طالع شاف مره هيك نازله، قالت له مين قال لك؟ قال الابونا. قالت له انا عامله سعر للابونا، عامله سعر لكل الناس. ولا في مطرح بس بيضحكوا على رجال الدين، بيخافوا يضحكوا على المسلمين، قلنا لهم بدي اضحكوا. ما هالشيخ كمان انسان يعني، كلنا
بدنا نكتة يعني، وإلا الحياة بدون نكتة نكد. كل يوم تبعتوا لي نكتة بوزعها، بتضحكوا الناس هالضحكة، بس مش بدون سبب. بحط الضحكة أنا، العزقة ما بتتغير بالدولاب، بحطها أنا على الدولاب، خليها تتناغم مع الوجع والموضوع، مش هيك بحطوا لك موسيقى بحطوا. عشان هيك حطات التلفزيون كله ما بحضر إلا حضرة مر ويم نور، وحول العالم معروفين صاروا إنه نحن بكل بلد واحد اثنين ثلاثة مش أكتر، محمد كيلاني عراسنا. ما طلبتها من تحسين خياط، أنا بأمره أمر بطلب دديه، رح نعمل حماية للعلماء يلي ورثتوا الأنبياء. وسمير جعجع كمان قال لي قد ما بدك هون، بس نحن ما بنحب السياسة، ما بدنا هيك يكون في حراس وهيك، ثلاث أربع كويخ وبس، وكل واحد بيعيش بكوخ. هالكوخ بيت وحدك، رب وحدك، بكون عندك المساحة لإلك، بس بهالكوخ ما في حمام وما في مطبخ وما في أكل، هو مقبرة. أنا كنت بتسميها مقبرة، لا يا خي وين كنت بالمقبرة؟ حلوة كتير المقابر كان اسمها بأمريكا، بس 9/11 صارت شلنا كلمة الله ومحمد وعلي وعيسى، تركناها لاما فاونديشن. بهالمقبرة بتنام أوضة صغيرة بس حلوة كتير، وعلى الإزاز مرسوم هيك رسمات حلوة كتير، الأطفال بترسمونه، وبس تموت تندفن بها، بيجع بفوت غيرك من التراب إلى التراب، بدك حريق بدك شو ما بدك يعني، بس أكتر شيء خلص طموني. قصتنا فاطمة، ما حدا يعرف وين قبري، وما حدا يعرف وين قبر الإمام علي ولا شيء، نقيني ورقيني للناقب. في حمام للأم والولاد هون، وفي للرجال هون، وفي أوضة بنلتقى فيها مرة بالنهار، أو بنتروق سوا أو بنتغدى أو ما بنتعشى. بعد الساعة 6 بس الشمس تغيب، هي بالجماعة. والأكل يمكن وجبة واحدة، ولا طعام على طعام، علم هالأئمة، علم علماء ورثة الأنبياء، وما بدك كتاب يعني. أنا من ضعفي بياخد كتاب خير جليس، قال له بلغ إيه. فإذا هالحماية موجودة عندنا بلبنان، بيعملها تحسين، إنه مطرح ما بدنا حرس ما بدنا شيء، بيطلع علينا هو أنتو يعني، بيضل في أكل بينحط على الباب برا هيك. أنا عشت مع بركة الله، الساعة 6 ما في مي بالبيت، ما في شيء، وأنا خاف. قال لي لأني خايفة بكرة أنت بدك تطبخي، نحن بالقلوب شو بدي أطبخ. وتذكرت قال لها لستنا عائشة، يوم استرسلت الله أنا تعبان مريض، قالت له منجيب الطبيب. قال لها أنا مش جسدي. قالت له إيه، خبت 5 دنانير 5 دولارات، ما بدي طعمينا بكره انت رايح اليوم. هلا اللي اعطاك النفس بيعطيك الفلس، بدك وجه الله ب5 دنانير؟ قبل صلاه الفجر طلعي لبرا. طلعت سمعت واحد جوعان وضايع، تفضل سمعني. هيك ببركه الله الاكل برا كله، حتى المي، عندك حذاء وبدلتين، كفل وكفل. مطرح ما بتموت بتندفع. فإذا كلنا كل واحد منا يشوف شو دوري أنا اليوم، شو عم بعمل هلأ، كون بهاللحظة عطست مرة اثنين ثلاثة الله يشفيك، سعلت منين اجت السعلة، كون بهاللحظة حسيب ورقيب على نفسك، راقب نفسك شو أكلت 24 ساعة. من يومين أنا ببيت جابت كيوي، قلت لها جوزك عنده هيك وانت والولاد، قالت لي قلت لها كبي الكيوي وكبي الموز. قلت لها جيت على البيت، but I love fruits، بس انا بحب الفواكه. هيدا كتاب كتيب صغير، قالوا تقروا يا أمة عرب، نحن ما بنقرا لا نقرا، نحن بس بنطلع تكر فكر فكر فكر، ما بدنا مقدمة ابن خلدون، بدنا مؤخرة الشباب والبنات. ليش هلأ حاطين القيمة بالمؤخرة؟ تتضلك مؤخر. مشان هيك شيلوا هالعلم اللي عم نحطوه بأطفالنا بالمدارس. قال له آي ظهري
شو عم بصير؟ خنزير البحر، كريفات القرايديس، كلنا عم ناكل خنزير حاطينه بمشروب ما رح اقول لك اسمه بيعمل بحس له دعايه. كل المشروبات الغازيه غاز غزوه. جيبوا للاولاد، ما عندكم اولادك 4-5 سنين ماما هيك بدنا نتعلم. جيبوا من هال اللي بنشربها وحطوا فيها شقفه لحمه. مامي شو صار؟ شفتي كيف اهتري؟ ايه وقت بنحطها بجسمنا شوي 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 بيهتري يا ماما. تعي انت وخيك شو صار؟ ليكي شفتي على الوسخ بالحمام صدي وهيك حطي بتروح. بتشوف خي عم بيشرب تضربه تقول له لا بننظف فيها الحمام. فيلم اسمه A Diet for New America، يعني بيو باسكن روبنز. قال لا انا مشلول. قالت له جيسس كرايست. قال لها شو هاد جيسس كرايست؟ يشيل البقره عندها اربعه. طعمين شو بتاكل بقره؟ طعمين شو بتاكل هاي؟ طعمين شو بتاكل؟ صارت تقرا امه صح من الشلل. احضروا هالحقيقه A Diet for New America. اول سنه صرف 600 دولار اشترى بزر وبعيش بلا مال. انا بس حدا يقول لي كيف بتعيش هيك؟ بخاف انه وين بدي اكون؟ عند مين بدي اروح؟ هيك في شيء اسمه هلا تراست. ما مني معنا مصاري وما يعني بس انا باخذ استشاره ومن حقي اللي بده يجي يعيش عندي بالبيت 7 ايام بدك تدفع كثير. واذا عرفتي شيء بحط فوقهم انا بدهم 10 مرات بقول لك روحي شو تعمل. كلنا ما في شيء مجانا نشيله هالكلمه. بشكره انا نظير عمل فري هاج بس ما مشيت بلبنان انه غمره. ما انا بلشت وقت كان في عندي بيت السلام. قالت لي هي اللي غمرني حط ايده على صدري. انتبه امريكا غيرهم. خاطبوا الناس على قدر عقولهم وتعلموا لغه البلد اللي بتفوتوا ليها، مش اللغه اللي بس بتحكيها. مره خبرتكم كنت تشوف ناس على الطريق ولا صباح الخير. منين بتعرفيني وليه؟ اللي صباح الخير. طيب فيكي وهيك. ما اقول شيء. جربت بالثاني كمان، جربت بالرجال، جربت بعدين لقيت رجال لابس اسود. نحن المنطقه كانت 100% مسيحيه ولابس اسود وجرافات سوداء وكله هيك. حاطط ايدي هيك ووقف على جراج وكنت اطلع بالام تي في عندك. كمان تكريم مادي ما في، التكريم كان لل اللي بتحطها على التخت فوق التخت بتاعتك. جيت بدي حكي اللي بالجراج صار يعملوا لي. قلت له بدي بس اقول لك صباح الخير. صباح الخير؟ عرفتيني ميني؟ بس قال لي ابن عمها لامي. قلت له هلا عرفتها انا امي. قال لي بعد طيبه؟ قلت له هي وبي سبقونا. قال لي وانا قتلوا لي ابني هالمسلمين. قتلني له ابنه كنا عم نقتل على الهويه وقطعناه شقفه شقفه وحطيناه بكيس زباله وجابوا الكيس حطوه بيو الطبيب. اجى على البيت شو هالكيس زباله فتحوه لقى ابنه. شو بتريدوا يصير هالرجال؟ قلت له معك حق سبهم قد ما فيك. طلعت على التلفزيون قالوا انتبهي معه سكين. كنت قلت له بدي ارجع انا بالراجع بحكيك. رحت هيك جيت خبرت جارتي بس حتحكي لي. تاني يوم لقيتهم كلهم عم بيعتذروا على الطريق. امبارح سبيتك كنت. قال لي هيدا الشاب كمان اللي سبني. بس قلت لها لامي قالت لي انت اعتذر منك دقيلك وبتشوفك على التلفزيون و... وصلت كلهم هيك عم بيبتسموا. قال لي رحت على قبر إلي لقيت فيها الوردة سميته علي. قلت له علي بمنطقة ما فيها ولا علي ما رح تمشي. قال لي أنا أبو علي. قلت له سامحني امبارح كنت بدي أحكيك خفت بس هلا بدي أرجع ورح أرميك على البيت. أعطيته كتب يقرأ. اختفى أبو علي كفل بطفل وسميه علي
راح فين؟ على البرازيل. بعيتوا له المسيح، بعيتوا له علي، بعيتوا له بودا، بعيتوا له رابع، ماشي حافه، ماشي ليه بالزنفاس. صارت الاساءه اللي عم بتصير، بيجي واحد بيجي يقتل حاله، بيمسكوا له ايده. نور، شعله نور بعلي. سمى حاله علي ومشي بالطريق. في اسرار يا اخوتي بالتوحيد. لا انت مسلم ولا انا مسيحيه ولا المسيح مسيحي ولا علي علوي ولا محمد محمدي ولا شيء. هيدي كلها من جهلنا حطيناها، علبنا الدين صار معلبات. رجعوا الى الانسان، انسنة الله فيك وفيه. كل مسيح ممسوح بروح الله، يا روح الله، يا حبيب الله، يا كليم الله، صاروا بيعرفوا. الحمد لله اللي ما عندي دين. أتيت لأتمم مكارم الأخلاق. كلمة أتمم، تيمم، يتيم. وقت أخذته حليم السعدية دغري جوزها قال لها انتبه في شي بهالطفل. قلت له انتبه. قال لو أنا انتبهت في شي بهالمعزيات الحليب كل شي عم بدر. قال له راهب بحيرة مين معك؟ قال له من خيه. قال له انتبه عليه من يهود خيبر. إشارات شافوها الغيمة بتمشي فوقه كله. منه بحاجة محمد يعطيك إشارات، بس نحن ضعاف. مثل المسيح صار يعطينا إشارات لأن نحن ضعاف. الإشارة بإشارة. بس تشوف شيء الله أكبر وكفي الطريق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اليوم العالم كله بدمار شامل الحمد لله. اللي بلش أوباما يحكي عم بيصير موت بدون سبب. النيزك بده يوقع ويشيلنا كلنا. شوفوا الكرة الأرضية واسعة من فوق ضيقة. أفريقيا، أستراليا جزيرة، أوروبا شرق، ثلاثية آب وابن وروح قدس، ديفينيتي أوف ترينيتي، جفر جسد فكر روح. هالترينيتي كتير بالإسلام بياكل هيك. مشان هيك هلا كلنا صرنا على سعدون ندقنه. انتبهوا كلنا مشفرين اتباع. خير عاده انك ما تتعود على اي عاده، هي عباده. عيش اللحظه، بس هاللحظه اللي انا فيها هلا. مريم جوعانه شيء؟ لا، بس لاني زجرانه بدي اقوم اكل. بدك اياها السرميه؟ لا، عندي سرميه تعودت عليها الا سنين، بدي اجيبها هيك احطها على راسي قدامي. احلى من كل اللي بيمشوا بالطرطقة بهالصرامه. ايه اللي عم طرطق لانه يا اختي كانوا من زمان بالضيعه عنا. وانا ورفيق بركي هشام بركي حدا بيقول كانوا بالضيعه عنا، تروح لعند الكندرجي يحط لك مثل الفرس يحطوا لها نعل هون على تما طرطي، ويحط لك على سرميتك كمان تما ما طرطي. جيبوا سرميه يلي تحت كاوتشوك خلص ما حدا يطرطي. ما بقى في دقه قلب الام مع ولدها البلس. صارت طرطقت السرميه مع هالولد بسموه السيسي. وهي اللي عم بيعملوه بالكيدز موند. بيصير الولد بزنس مان عمره 5 سنين، بحط جرافات. لشو حطوا بالجرافات؟ كرواتيا. ليه هذا حبل مثل الحمار. الحمار بده سترينج واحد، بس انت بدك مليون سترينج. غير من سترينج لسترينج. شو بيجوا بيعملوا العربين عنا؟ في بنايه بس بتشغل الاولاد الاطفال تحت 8 سنين بس. هودي كلهم عربين خليج بيدفعوا لي، بتعلمهم بتعرفي بدي احطهم بالمدرسه. بدي اتعلم انا، رجعت على المدرسه على الجامعه اولادي يفتخروا فيي. بس اطلع وين حطيهم؟ شو عم يعمل فيهم؟ من مول لمول، من ميل نشتري تياب وصرامي وشرطيط ونرجع نجي على البيت دجراني. جيبي لي ارجيله، جيبي لي، جيبي لي، جيبي لي. في مطعم بالاشرفي واشرفيك. كنت رايحه على القط تي في شفته صبايا اثنين حاطين الاطفال بحضنهم وحاطين الارجيله. شو السبب؟ ليش الطفل بيعمل هيك؟ لا حطيني له مصاصة. ما في حلمة. الحلمة عند صدري هي قمة
مش قمة القمامة، قمة الدنيا. بيشبع منه حليب أمه، ما بده هالدنيا، ما بقى في أم، ما بقى في حلمة، ما في صدر، كله شايفين شو عم بيصير. جميل رجيلة جميل. كلكم بدكم ترضوا الدرهم والدولار والدينار، دال 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 دال. آدم صارت الدال. فإذا اليوم نقول وداعا أيها المرض، وداعا أيها السجن، وداعا أيها الجهل، كله فينا وفينا انطوى العالم الأكبر. الجوك إيدي حطوا نكتة، بعتوا لي نكتكم بس ما تكون جلقة كبها. في نكت للأمريكان، في نكت لهيديك لهيديك لهيديك. نحن عنا أبو العبد وأبو الصيف والحمصة، هلا بس يقولوا في حمصة بيسكتوا كلهم، راح الحمص لها. لا، الأرض ما بتروح، بدها وقت، بدها زمن كتير. ميتشو هو العالم اللي عم بيقول بيقع دمار شامل، بس الأرض بتبقى شي ألف سنة، ولكن الأطراف كلها بتروح، النيازك كلها بدها تزيد، بيبقى مطرح اللي فيه مي. حضروا الفيلم A Diet for a New America، حتى أربع أشرطة ممنوع يكونوا، حطيتهم بصوتي وبصورتي، محمد كيلاني بعمان بالأردن صورني هون، وكان معنا ناس من هون ومن هون وإجوا. بطلبها من كل وسائل إعلامنا بنا خاص من الكويت، مين بدك ترضي؟ مين عم تكوي يا أهل الكويت؟ قطر، قطرائيل، ما بنسيك، ما بنسيك. ما حدا كرم ماديا، ما تفكروا أنا أنه حدا أبدا، بس هيفا الفيصل بأمر من جوزة وبأمر من إلهي. بندر سكر كل هالمستشفيات يا بندورتي، ما حدا مثلك، كلهم. انتوا عم تعملوا هيك بالسعودية، بيجي ماشي حتى تكت ما تبعتولي، ومنحط تلفزيون، وانت خادم الحرمين، بتكون خادم الحرمين اذا مش انتوا